يا ولدي ما لا تعطلت ناسيه. شوفي ماما ديما تفقص الدرك. والله نسيت ديري الفقصه بحال ديما ديما معطله تعطلت عليكم. بس سيربي سيربي اختي سيربي. الله تفايسي عليه الفرانو. كول كول منين جايبه هذا الخبز؟ هذا الخبز راه بارد. خذ اختي انتي ونحط الدم. يلا نبغيو ناكل. وسكتي ديك الصداع اللي عندك في ظهرك. سكتي سكتي بنيتي سكتي. وحنا ناكلوا بالصداع نعسوا بالصداع. راه هادو هما الدراري الصغار اختي وفاء شنو واش ندير ليهم؟ ايوا تهزي اختي ربي بنتك في بيتك وسيري نعسيها وعاد اجي تاكل. خلينا نعقلوا عليها. والله ديما بالصداع صداع صداع نوضي. خلتي اختي نوضي من الصباح وانا كنطيبها. هما ما يتغداوش. ما يتغداوش هما. من الصباح وانا كنطيبها الدجاجه وشوجي فيها خليني نتغدى وخليني نتغدى. سيري نتغدى عاد اجي. باش شويه ها. سيري نعسيها والدجاجه كتسناك. نو نو خلاص. سيري نعسيها مشغوطه ليه. يا ويلتي راه توحلي عليهم. كولو بنيتي كولو عقلوا عليه اللي ولد شي ربي من حنا سوقنا. والله الا كولا خالتي كول صحتك وراحتك. خا ما كاين ما يدوز. والله الا صداع 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 كوبينا المونوبا لارجو نياق نياق من ناكلو بالصداع نعسو بالصداع. يخ مشي تنعس من تعاد تجي تغدى مركبه في ظهرها ومحشم تركاب. ولا ما هضرناش معاها ما تفهمش راسها. لا ما عندهاش شي هذاك. علاش ما ترديتيش معاها؟ واش نقول لك يا بنتي؟ لا تردينا معاها غدا ولا بعد غدا يلقاو راسنا في الشارع. انا بنتي ما عرفت والو ما عرفت شنو كيطرا في الشارع. صافي بنتي ما تجيش عليك غا مسطيه حاجه من السوكياتي. صافي يلا غنمشيو نقرا ونساو نساو هاد الناس اللي في هاد الدار. انا غنقرا باش نحقق لك كاع داكشي باش نشوف فيا. امين وهكا بغيتك. أميرة ماكلتنا مرار في هاد الدار. يا ولدي يا ماما اللي درتيها لراسك حتى لهاد الدرجة حنا مدلولين. هادشي ديرها على ودك أحبيبتي. كون ما كنتيش انتي شحال هادي نهز حوايجي ونخرج كاع ما نصبر عليهم. ودي ما عارفة والو شنو ضحيت معاك وشنو درت. ماما علاش كديري ليا هكا؟ انا راه كنحس بشي حاجة في قلبي فاش كتقولي لي انا السبب في هادشي كامل. سمحي لي يا بنتي كنشكي عليك همي بزاف. راه انت اللي عندي في هاد الدنيا كامله. انت اللي عندي وانت هي النواره ديال هاد الدار. ماما والله الا ماما تكيبقى فيا الحال. كتقول لي انا عجله وانا غير صغيره وكتعيرني شتي بنتي انا لا عيروني ما كيبقاش فيا الحال. انا كيبقى فيا الحال ملي كيعيروا بنتي. حيت هي كلشي في هاد الدنيا عندي. تخافيش يا ماما انا راه من صغري وانا كنشوفهم كيظلموك وكلشي غير كنغادي نرد لك حقك. عاودي بنيتي غير قراي وصبري صبري. ما عندنا ما نديرو في هاد الدار. حنا في الجحيم ماشي في ولي 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 بعدا هكا شنو كدير يا هاد البرهوشه هادي؟ بقيتي باش تلعبي غير المكياج ديالي؟ انا غير كنلعب ما درت والو. لا ما درتي والو جالسه خدامه كت مربياش ما مربياش ما رباتكش امك. انت خاصني عاودي كتربيها من الاول ياك يا لالا. ايوا نتي اللي ما مربياش انا مربياني ماما احسن تربيه. ايوا شفتي انت كنداني باباك وهليك راكي ما طلعيش بحال هكا. كون كان خاك الفرح ما يتزوجش بماما. لالا كيتزوج بزاف عليا بزاف عليا. اصلا انت هي اللي جايه عندنا بنت خالت ماما. شوف اخر مره تبقاي تقولي ها شوفي 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 مني لكن كنتي باغا انت هي تريشي معايا انا ما طلعتش. لا
وترايش معاه الا مسكين ريشيني ريشين كتعطل علينا بزاف مع هاد الخدمه كافه مع الخدمه واخا شوفي فيا راك ما نسيتش ماماك انا عارفك تقلق على هادشي شنو شنو جبت لي سيري اللي طلبتك على هذيك النار يا دلال بقيت حتى خديتها لك واخا سلافتو كدا ولكن ماشي مشكل ماشي خساره فيك عجبتني عجباتك اي ولا الله يخطيك عليا شكرا لك بزاف حبيبي شي نجي شي كبه كنديرو على قبل على قبلك وصافي والله الا زوينه بتمونيك انا مونيك كنت كنعجبها بتمونيك عجبتني بزاف يلا شوف انا غادي نخليكم ياك تهلاو في راسكم حتى جيتو شي حاجه عيطوا لي صافي كون عين سلامه يلا الله يرحم زوينه فن عجبتني زوينه مره هاي 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 على خويا ولا يعرف يشري لي كادو اشو هذا ما عندنا حتى كادو غتحيدي ديك الصلبوطه انت كل غنتفاهم معاك انت اختي وفاء دابا انا طلبت ديك النار يونس عليها وشحال وانا طالبه وملي تخلص مسكين شريها ليا شوف زوينه واو ناري لا خويا تعلم يشري لي كادو ويلي ويلي والله لا عطيها لي حبيبه ديالي باقا ما فرحتش بها ايه عرفتك ما تفرحيش بها اصلا خليها لي انا جات معايا انت ندوز بها غير شهر ونعطيها لك اخليها راه جات في عنقي واعر وتبارك الله عليا صحتي عزازين عنقك انت دايره كاين بقره ما عرفتش ما خديتيهاش ليها واش ندير بنتي شنو غندير واش ندريش معاها في هالدار ما عندي ما ندير ما عندي ما ندير راه شوفي كي دايره هذه كضربني بوني غتغيبني وانت فين ما هضر ما عندي ما عندي صافي بنتي وانا راه اميره ما تزيدينيش بهمك حتى انت بارك هاد المسخوطه هادي لا حول مصيبه هادي حتى حاجه ما كنفرحوا بها في الدار حتى حاجه ديما منكدين علينا ديما منكدين علينا الله ياخد فيهم العقل الو كبيده السي مصاب توحشتك والله حتى انا المهم بغيت اليوم نشوفك ايه راه جيبه دير واحد الكوليف عنقي واعر وبغيتك تشوفه فين نتلاقاو حتى مرجان كيف ديما يلا وما تعطلش عليا مع الخمسه ديال العشيه صافي يلا كنحماق عليك باي باي ماما اليوم تخيط معنا واحد الدري سميته سيمو وقال لي كيسكن حدا مرجان وميما قال لي لو بغيتي تجي مع عمتك تراجعي معايا نغراجع معاه غنستافد منه بزاف وصافي راه عمتك تدي صافي فين غنديها ماما فين غنديها وشتي مصدي فين غنديها ديها الله كاين عند سيمو واخ تراجعي معاه حدا مرجان مع خمسة ميلا مسخوطة مشيتي فيها ميلا 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 البربوشة صدقت حيلة خرجت عميتو عطيني ديك السنيسلة زوينة تما هادي واخا عميتو ها هي ها هي عجباتك ميت من العمات مسمومات يا الله يعطيك العمى وليتي تقولي لنا في وجهنا زوينة الشيطان بنتي ويلي راه بنت خوك خامسة أخرى اختي ما عرفت مالا أمي يحملوناش ما عرفتش الشيطان من الشيطان بنتي أديش عليها لا ديش على بنتي العمات مسمومات لا ديش على الله يرضيك لا ديش عليها بنت خالتك تاهي دريويش زوينة شوفي شحال زوينة ما عرفتش جات عطاتها الكاسة إيوا زوينة راه تموت عليها ما تحمل تعطيها لتا واحد إيوا إن شاء الله أنا خديتها لها خويتي قويلية تاهي طالعة لك جداك يا بلانات
غنمشي نخزنها. خزنها طيرها لك. يلا شكرا بزاف، راه غنمشي نراجل مع السيما. فيري تا الدريه خارجه البوا. يا ربي الحاجه اللي كنبغيو نفرحوا بها في هاد الدار ما كتصدقش. يا ربي شي تاويل ديال الخير. لا بس بنيتي كنشوف هادشي اللي طاري لي. عندك واحد المفاجأة. شناهي يا حبيبة ديالي؟ انتي كاملة مفاجأة. غمض عينك تحليهوش. يا سيري حلي. هيا خدي شيها ليها. سيري رديها لها، سيري رديها لها، راه تخرجنا من عين البرا. ومسطية. شنو؟ ومسطية. درت لها واحد البلان واعر خليتها ليها. سمعتها كتهضر في التليفون مع السيمو. ولي 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 ولي. بعد تلقى وحدة مرجان. أيوة. ومع خمسة. وفاش كانت أمي ما باركة هي وديك بنت خال بنت ختها وهي. قلت لها ميمة واحد الدرج قايد معانا جديد سميتو السيمو. عفريتة. وغنتلاقى معاه هو. عطات عليك. إيه عطات عليك قلت لها عطيني ديك السلسلة. بيت عطاني. فرحت بزاف. دابا غتمشي تخبيها وتخبيها وخاصك تخبيها تخبيها. صافي حبيبي ديالي خاطري يعني كون ما كنتيش في حياتي كون ديما مضيومه من نهار من نهار تزاديتي عندي ولو كيطرى لي اللي كيطرى عويلاتك كيفرحوني. وماشي هادشي تا هو خداتولك جبتولك؟ لا انتيا تبارك الله عليك. جبتولك عفريتة. قلت لها كانت عندي 5 سنين خدات لك الطوينكس وجبتهم لك. الله يخليك ليا يا ربي يا ربي. شوف ماما حالي. صباح الخير. صباح النور. كصبحتي بخير؟ الحمد لله حسامه. كيف بقيتو نتوما؟ خويا الحمد لله. السي بنتي ما كايناش. ما كايناش. نوجد لك الفطور. ما توجدوش. علاش؟ حيت صايم. صايم شنو اليوم؟ اليوم الاثنين والخميس يا يونس. صايم حيت واحد المره فطر في رمضان. اش بصح فينا صايم؟ يخلص في الكريدي. البعلوكه. باباك صايم زين. ايه بابا صايم. اه صايم. إيه تقبل الله. صايم. اه اسيا ما كايناش خاصها تقضي واحد الغرض وغتجي لها لك كثر خيرك اختي نادى. يا نودي. يا نودي. يا نودي. علاش بنتي كتعاملي بحال هكا بابا؟ وانت غتنوض دابا تبدل داك الخدام. يلا. يلا نوض. انت معاك. يا ربي الله ولكن تجي ماما ونوريها لما ندير لها كيما درت لديك عمتي حياني عليك. اسيا اختي وفاء اش كدير؟ اختي كنعجن لها واحد الخبيزه مسوسه ليا راك عارفه اني مريضه. مسوسه وصابي لنا شويه السم البوتي هذا. اختي يلا عجنت لكم الخبز ها هو في الفران بزاف بارك راه عييت. ناكل خبز في الفطور في الغداء في العشاء انا اختي بغيت شويه المسمن. مالك اختي تتعايريني بزاف وكتنظري فيا راني واخا لا مرت خوكم. ايه صافي 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 انت الشاش ديري عجني الخبيزه اللي بغيتي عجنيها ولا ما قلتيش خليني انا نكمل لك ماشي مشكل ديري ليا. ماشي وفاة تبدلت وتغيرت. لا والو. وين؟ هما مالهم في هاد الدار مابقات نفهمهم مالهم. هادي مالها؟ ما عرفتش شوية كانت معايا قبيحة تضرافت ما فهمتش انا. وانت هي ما تبقايش معاها ضريف. وعييت هذا اش عند الناس. اش كتعجبي؟ خبيزة ليا مسوسة راه جاتني وخبزهم. ايوا وهاديك اللي بالك حاطة رجل فوق رجل هاديك بنت خالته. واش نقول لها انا ودي بنتي بعدي ما نقول ليها راه هذا الله. يا سيري ومرجي ما تبقايش تخرجي. ما تخرجيش دي معاك راجلك. علاش؟ لا مش فاق من القلبه. يلا عجني ودغيا وما تبقايش اعطيها الشقه والماعن. عيت 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 في الدار عيت اسيا عيات اسيا عيات اش هز حوايجه وغتخرج من هاد الدار بارك. انا هز بنتي وغادي نخرج انا راه عيت عيت. مالك اختي وفاء عيطتي ليا خرجت كنجري عندك. شوفي البلانو ما فيه غنقول لك ونتشكع لك
شوفي سمحي لي انا قلت لك هذه الهضره وانت عارفاني قاصحه معاك ياكي ما تلخشي وليتي دراي في هذه الايام اسيه كنعرف واحد الولد وباغي لي المعقول وكنحمق عليه نقولك الصراحه كنتسطع عليه الله يسهل عليكم اختي وراه بنتك اختي بنتك كدير لي البلانات هو كنهضر معاه في التليفون سمعتني ولات كدير لي البلانات وليت خايفه تقولها لماما وتقولها لخويا اللي هو راجلك وغادي يقتلني ويقول لي الا بغيتي يجي للدار خصني نتعرف عليه ونتعرف عليه اويلي بنتي هذه كدير لك وبنتك شو ولا دايره لي قلت لك النار جايبه لي السلسله دايره لي البلانات اختي بزاف والله عرفتي ودابا بغيتك اختي توقفي معايا في هذه هادي وليتي درويشه اه فات وصافي وصافي والله هي تمشي عندها ندوي معاك ونهاني ما تبقاش تقرب لجهتك ناري اختي انت لا حرشتي عليا السي محمد والله حتى تسطى لا انا عارفه يونس لا مشيتش عرف قلت لك والله هي جاي قلت لك صافي كوني صحي لي عاد صالحنا صالحنا اختي صافي يلا نمشيو دابا من دابا ما عمرني ما كنقول شي كلمه خايبه شري لي بوكاديوس يلا شري بوكاديوس وشري لك بانيني كفته وشري لك عصيري وسلام ضربه وكلاص يلا الو سلام احسن تانتي يا نتسنط عليك كخليش عليا الدليل حبيبه علاش جيتي جيت باش نقول لك واحد جوج كلمات بانني الاخرى عمتي المسمومه عرفت كيفاش نرد على الطريق ملي كتحشمي شنو كتقولي على عمتك هكذاك عمتي المسمومه ولا مسمومه كانت غدا هوك رجعت تمشي هوك مرهوشه وتانتي انا وبتك كتلقى كوني كتحشمي راه هاد اللبس اللي لابسه انت يا ما مربياش هاد اللبس اللي لابسه في بالك شحال من خير بابا من خير باباك اللي هو كان يكون راجلي عارفه بان باباك راه كنت غادي نتزوج به انا لا ما عارفاش كان غيتزوج نعاود لك القصه اللي كانت بيننا سكتي كان غيتزوج بك اما الجلالك اللي غادي تعاودو لا هكاك عاودو لك يا حبيبه تجمع فمك على ماما انا راك كبر مني وما كنبغيش نتفادى الخطر ديك النهار حدا باباك بقيتي كتعلي عليا صوتك ياك دابا جاي خدامه كتهضري معايا هكاك راه شوف راني نشدك نطويك على جوج وبارك عليا من ديك الهضره ديال بعلوكه الاخرى بغيتيني تانتي ندير لك كيما كبيره حيدي بعلوكه الاخرى انت زويني رجلي شوفي غتبرك الارض حيتاش بغيت نقول لك واحد جوج كلمات بان الراجل راه مزوج وعنده وليدات حيدي 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 بعلوكه ما ربياش وما تنساش داك الشيء اللي قلت لك نتي غنصوبتو على قبلك شكرا الله يرضي عليك وليدي يونس بغيت ندوي معاك انا كنسمعكم وليدي راه جا الوقت فين تمشي تستاقى ودير دويرتك وتعيش مع بنتك ومرتك وش اختك النهار كامل يطلب في المراه مسكينه فين ما دازت تعطيها شنو غندير وليدي شنو غندير هاد النفس هادي بغيتي علينا وانا بغيت راحتكم بنيتي راحتنا شو تنتم تعيشوا دير دويرتكم وتصرفوا فيها كيما بغيتوا شكون شكالك ويلا بنيتي قلت لك بانني باغا راحتي انا راحتي هنا وش في عمتك اش دايره لامك عيد النيفه ما بغاتش تنال لي بنيتي عمتي راه بيتها شحال هذا اش قلتي بنيتي ما قالت والو ها هي بنيتي سمعني امي سمعني كيف ما انت كتعرفي راه ما نخبي عليك حتى شي حاجه راكي كتعرفي الوضعيه ديالي راني واحد الانسان ما بحاليش عيب اصلا راه ما بحاليش الحمد لله امي غير ملي كنصرف على الدار وهز مرتي وهز بنيتي واش انا نخرج بواحد 2000 درهم ولا 2500 درهم وانا اصلا كنشد 3000 درهم هي كتقول لي نوضا وليدي تشرد انت ومرتك وبنتك علاش على ود اختي ولا على ود بنت خالتي اللي كتلوك لهم الهضره وانا ولدي بغيتها مصلحه مرتك مسكينه تبقى فيا والله وهي مصلحتها امي هي اللي نطي دوشي مع ديك الجوجات وراه عييت فيهم وليدي اش غندير ولي انا دوا مع وحده من وحده تكلفات بها امي نقول لك واحد الحاجه قول امي وحده من دوك بلاتك ديك عماتي اللي قدروا يمشيو وهذيك بنت اختك تقدر تمشي راه عندها دويرتها اما حنا راه راحتنا ها هي وانا غادي نبقى هنا وكيف ما كتشوف ما راه زادت هنايا كبرت هنا وليدي انا ما حيلتي اختك وبنت اختي ما حيلتي لبنتك ومرتك وتا راه طنت لا اله الا الله والله لا اله الا الله صبرت قاده يكون خير والله غادي يكون خير الله عليك كولي امي انت صوتي على قبلك يكون خير كولي امي انت كولي راك عزيزه عليا امي اه جداك زعما ضرب في الله رضي عليها والله الا ضرب مالك يا اميره ما قالك الويمينه يا ماما الويمينه ولا الطيخه
سمعت ميما وبابا كيدوهو وكتجرع لينا عين بين. علاش حبيبه ديالي شنو قالت جدك؟ انا سمعتها قالت لي صافي البنت كبرات وصافي نوض تخدم ونوض تمشي وما تبقاش باركه لينا عندنا في الدار. اييه ما بقاش فيك الحال مسكينه راه وقع لها عايش من هذاك الصداع اللي كينوض وكتشوف بنتها وديك بنت خاتها شنو كيديروا ليا. انا راه زيد عليها. انا المدلوله. وصافي نمشيو نكريوها بنيتي علاش غنبقاو هنايا؟ والله الا ما خرجتش من هاد الدار تنصوفيهم كاملين نوريهم اميره علاش كاين. لا ولا اميره ماشي ترابيتي هادي. لا انا غادي نوريهم اميره علاش قالت حتىك الشي اللي دوز عليك ما دوزتيش عليهم واخا غير قسم. واه بنتي حنايا راه كنسامحو علاش غادي نبقاو نتجاقرو معاهم ونتغوتو معاهم؟ الله يهديك ابنيتي راه انا اللي شاده هاد الدار، انا اللي كنخملها، انا اللي كنطيب فيها، انا اللي كندير كلشي. راه ما عندهمش الدراع، الدراع ما عندهمش. ايوا ان شاء الله راه ولي عندهم الدراع تيقاس شاد رجل فوق رجل وهما كيجفوا. ودابا تشوفي هذوك الجوجات وماما الله يرحمها ما تبقاش دير ليا هكا. صافي بنتي يلاه صافي 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 تي لما نخرجتي تي لما نخرجتي في هاد القبوحيه لما نخرجتي او اجل ليا صافي يلاه صافي شو شو يلاه تكلم دم كي داير صافي يلاه. انا هادشي كامل كنديرو على ودك نتيا، انا كنخدم وكنضرب تماره على ودك انت باش تقراي وتعيشي. عارفه بابا انا غادي نقرا وغادي نخدم غير باش نحقق لك كاع داكشي اللي كتشوف فيا ونشري دار باش حتى حد ما يبقى يجرع علينا بحال امي. لا 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 ما بغيتيش تقول هاد الهضره. شوف امي ما مجراتش علينا، هذا غير سوء تفاهم وغادي نحلوه. بابا انا راه عارفه شي حوايج اللي انت ما عارفهمش. حنا شي حوايج بابا عمتي وبنت خالتك كانوا كيتعداو على ماما، وديك المره عقلتي على ديك السلسله اللي كنتي عطيتي لماما راه خداتها ليها ورجعتها لها غير بالفن، وشي حوايج دازو عليها مسكينه. يا بنتي حتى شي حاجه من هادشي ما غاتبقاش. المهم علينا شتي ديك الصلبطاش ولا ديري ليا؟ شفتها ولا يا صاحبتي اش دارت لك؟ ولكن انت تجي منك الغلط كتهضري مع السيد وخليها بها محلوله. وراها بعلوكة وراها مدرسه ما عرفتش في القريه داكشي. انا خويا عطريف. ايوا اختي شوفي انا اللي عليا راه درتو، راه ديك النهار هضرت مع خالتي قلت لها يهزوا حوايجهم ويخرجوا من هاد الدار عادي. دابا انا اش غندير؟ دابا انا اش غندير؟ اش غندير دابا؟ انا وليت على قبلها وليت ديرها مع مرت خويا المزيان. وي راني شفتك ديك الكوزينه ما بقيتيش تخرجي منها. عييت ايدي بايدها. شوفيني انا ما بقيتهاش تشدها مني. ودابا دير لك شي بلانش هذيك الديبه راه عند عقل ديال واحد عنده 60 عام. ضحكتيني معايا انا والله ما عندها منين تشدني. ايوا هاتي ها انا هاتي وعقلي عليها وقولي راه وفاء قالتها. ردي بالك سيري سير. والله لا جات معايا انا كضحكوني. هانتوما شوف بابا خرجت مع شرا لي القصه غنقرا احلام الضحيه. اميره بنيسي احكو عزيز ليك احكو عزيز راه الصحه ما بقات. يمي اختي انا ما بنت حد. اميره بنيسي مالك؟ ما ماليش بنتي تعالي عندي تعال زكاي انا سحب لك انا نسيت ديك المره داكشي اللي درتي ليا فوق الطابله. اش درت لك امونتي؟ لا ما درتي ليا والو. وفكريني بنيتي راه هادشي اللي تنسى. جاك الزهايمر؟ ايوا الله عليك بنيتي. مالك اش درت لكم؟ نهار بغيتي تجري علينا بلا وقت. هي وي على ديك النهار وبغيت عام صلاحتك ام بنتي. صلاحتي شكون قال لك مصلاحتي؟ تبقى فيا الزغبيه. تبقى فيا الزغبيه ديال امك. شكيت عليك؟ تبقى فيا الزغبيه ديال امك. يلكو فيها في المدارس يلكو فيها. وانا راه ليك كام بجوجات. راه تبقاو فيا ديروا دويرتكم تاخذوا راحتكم فيها دوروا فيها كما بغيتوا. قلتها لك؟ قلتها لك؟ داك محبوسه الكروفي معاهم. واش انا شديتك وقلت لك لامي حرشي علينا بابا وداكشي؟ ما كاين اللي محرشك ديك عمتي المسمومه الله ياخذ فيها حق في هذا النهار. علاش انا بغيتكم تهربوا؟ على ديك العمه الزينه تهربوا حتى بقيتوا تبانوا. ايوا علاش ما تخليناش حنا معاك وتجري عليها هي؟ اوكي غندير راه كويتي. كويتي يا ويلي الراعي ليكم ما بغيتكمش تعذبوا باقيين في هاد الدار بحال الخدامه تي امك. بغيتكم تخرجوا تبنوا المستقبل ديالكم.
وتعرف شوف السعاده انت ماش مزبوطين مع هاد المساقط هنايا. ايوا شري عليهم بنت اختك راه عندها دار فين تسكن وبنتك كري لها ولا شوفي فين دير لها هذيك البايره تاعها. كي غندير لها بنيتي راه خلى ليا المرحوم خلى ليا امانه في عنقي والاخرى راه مات تما تا هي خلاتها ليا امانه كي غندير ليها. روح تمشي فين ما بغات انا ماشي ساق المهم غنبرك لنا صافي يلا سيري انا صافي انا ما نبقاش ندوي معاك. مالك عيان ياك شفتك دارك راسك علاش بديك كدوني بران هاك راه بتعي ليها الفارماسي وخديتها لك خوذ دابا وحده وما نزقش لك ما نعرفش. انت راسي غير تفرقع عليا والله. وين راني شفتك انا نقشريك دابا في دارك. لا لا يخطيك عليا والله. بارك الله فيك الله يحفظك. الله يا ودي شحال عندنا من يونس. عارف اللي كاين علاش خالتي العزيزه. مسخوط. يلا تنقع انا غناكلها. هذا اصلا تاع ماما وشاريها بفلوسها انت علاش خايده وانت علاش مديتي حاجتك على مديتي يدك على حاجه ماما. هذا لقيته في الصالون. هذا ما لقيتيش في الصالون هذا كان في صاك ماما يا الشفاره. حيد تسير من هنا مزيان بعدا من سمعتي الكلام الويمينات. شنو بغيت بعدوك خلاص خليني نمشي. واش انت يا تسطيتي راه وقيلا قلت لك بان الراجل ما قلت هي هذا تاع ماما شريا فيه ماما. يلا يلا طلقي لي شنو بغيتي مالك. قلت لك في البيت قلتها لك 100000 مرة كنقول لك بأن راجل راه مزوج وعنده بنية قرابة تولي قدك. ومن بعد يريري انتي مالك كدحيهم. يونس باباك راه ولد خالتي. ولد خالتي ماشي راجلك. حشومه تقول لي هاد الهضره انت صغيره على هاد الشيء. ايوا علاش كنت قادير هكاك بنت خالتو في الصغر من دابا غير سيري بحالاتك سيري كريولا راك رانيتك خدامين بدراعك وكيجيبوا الفلوس. اما انت هادي غادي نخليها لك. ويلي 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 شحال فيك ديال الهضره يا هاد البرهوشه. يا اختي راه كرانك راه ما قايل واصلين ما قايل حتى شي حاجه. وفاء سكير خصك تقلب على شي حاجه شي حل نديرو. وانت صغيره ملي كتكون هكا مع الكبيده ديالي بخلينا من هذا الشيء هذا واجي خاصنا نشوفو نلقى شي خطه جهنمي. كنفكر غنديرو ليها شي حاجه باش نيت نخرج نشوف السي محمد راه ما شفتوش 3 ايام. ودابا خلينا السي محمد صاحبتي اختي السي عمر كبيده ويلي ويلي. ودابا شوفي خصنا ديك الجدره الصغيره نشوفو كيفاش نديرو ليها باش نخرجوه منها. ايوا عندي بلان شي براش اللي في عبارها في السن ديالها ما يليق ليا اختي على السيرو. السيرو منعصم بحال اللي كيديرو في العراسات. والله الا بصح زوينه هذه. غادي نشدو واحد القريعه ولا كويس ديال الماء ونخلصها من العصير. ديري في العصير هي كيعجبها جو دورونج كتشربوا صباح العشيه. المهم حلو واش تبغي لينا نجربوا ليها اما العصر يا اما الماء. المهم نخلطوا لها نيت شي قرعه وتعقدها متبعد مني باش نمشي نخرج نشوف السيمو. تخيلي انا تمشي تخرج وتخليني غير بوحدي حتى في الدار ويجي بابا. بقيت حلمي تحلم راه شاده عسيه. وصافي خليني نحلم انا الماء خليني نحلم. نسيتي يا صاحبتي ملي كانت قبل ما يتزوج نسيتي. تي ما مقداش جات اسيا طيرت تولك ماشي بحالي انا غنصبر محمد ان شاء الله ما نبقاش نخلي شي. ايوا حنا غادي نشوف واش غادي تدي ولا تبقاي هكا بايره. يلا ونوضي وجدوا. يلا نوضي نوضي يلا سربي خلاص شي بين الماء. شوفي حدا الكاس ديال هذا اللي كتبغي غير ونتي سيري شي بين الماء. يلا سير سير اليوم سكت لما البوقه بلاتي. شنو درتي ليها كوزه ولا سيدي درت ليها الكوزه. يوما يا أميرة عصير عصير كاين أنا غاشيلي صافي. يلا سير عفريتة يا أختي أميرة. يا عميتة الحبيبة كبيدة ديالي بسم الله الرحمن الرحيم. كيما شتي جنون جمعي عطيها عطيها شوف حنا مصاوبين لك العصير. شوف عميتة بوسين يا اختي على خويا كيبغي تزين يا اختي عندك راسك شويه هاك هاك صيبت الشوكولا اللي كيعجبك. شوكولا اللي كيعجبك
شربي شربي بقيت تعوجي فيا انا السر اللي مصايبك شربي شربي اختي شربي هاك داك تبارك الله عليك فين نديوها غدا غنديوها لدريم فيلاج سميتو دريم فيلاج يلا شربي حبيبتي شتي تشوفي الزرافه شايفاه هي تجي ويلي نعطي لامك شدي شربي الحليب شتي شربي الشكلاط وصافي واتشي زيدك صاحبتي زيدك حبيبه زيدك الكبيده ديالي الحميجه ديالي زيدك 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 هاد يلا شرب 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 شربي باش تكبري شربي يا غوتي يا غوتي يا غوتي بالله هادشي وفين وطيها عندك ها يلا دابا تكمشي خليني نمشي انا نشوف كبيتي سيمو وشبعي نعاس انا بايره من قطعي في القلب كنس كدير هاي تقتلوني والله ما نخلى فيكم سيمو يوم نوصل لبابا كلشي هي عندها انستغرام كان طالع زوين تبارك الله عليا وخوها واختها الله يلا أميرة بنتي لا 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 شوفي شنو جبت لك جبت لك مونيكا اللي كتعجبك ايوا فين ماما باش تنبنش ليا اليوم أميرة دوي معايا باش نجي باش نلعب معاك تبغي تدوي معايا أميرة 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 مالك يونس ما عرفتش اش بالها هادي أميرة بنتي نوضي نخرج انا دابا اختي بنت خالتو دابا نمشي لدارنا تقعد يلا ديالهم نشوفك انا تقعد يونس على سلامتك حبيبه على سلامتها اسيا على سلامت بنتك مالها اش بقاو عندها بقاو عندها البيترون وبقاو واكل السم اخلي والله انت لا والله ما درت شي حاجه يلاه ما دار شي والو بغيتي تقتلوا لي بنتي اللي عندي واللي ضحيت شبابي كامل على ودها ما خليتش ما طيبت ما خليتش ما صيقت في الدار ما خليتش ما خمنت ولكن ما كتقرش فيكم العشره يتركت المجاحيم دابا نوريكم عقلتو مع كنتو في الكوزينه كنتو تهضر عليا ديروا لي الكوزه ديروا ديان عليكم العفريتات درتوها وانا غادي نوريكم شي لسيمة وجدادة ماشك ماما شنو تقولي فهاد الشيء خالتي اش تقولي فهاد الشيء فهاد الحريرة اللي حنا فيها شنو كتقول اختي اخوك اخوها اللي غيهضر انا ما عندي ما نقول راه غلبتني ليلى يلا ومالي انا بوحدي راه حتى هي معاوناني انا انتي خالتي عرفاني انا نديرها ايه غديني انا
خلات هي المرحومه تقليد على عندي كي غندير ليها والمرحومه باش شفت هذاش وحنا حلنا فيها كي غندير راه بنت اختي ومن الحنوده ملي كي انا تخصك من لحنك ودمك ولكن ماشي ديرك خليني سلاك شي كبار من سمح لي اسيا خاشا سكتنا شاعيره في الاخر بنادم كي حاب عليهم داروا لينا هكا سمح لي بنيتي هاتي المونيكا ضاربه منو الشرع المونيكا ضاربه منو الشرع سمح لي ماما انت سمعيني الله يقعد لك حفيدتي سمعيني قلتها لك وما طيقتيني الله يرضى عليك ماما انت عفريتي عطيتي الطاقه المدلوله الاخرى انت وين بحال ما بغيتيش امك دابا بغيت سري كندافع عليك سيري ما عطيتيش عليها ما عطيتيش عليها مقلقه صافي اليوم باش ما كاين صافي كون هاني ناني نقطع قطع لا لا كمل الهضره مع السيمو ماشي مشكل كمل الهضره علاش حشمتو حياتي التليفون كمل الهضره خويا ما بقى ما يتخبى اختك هادي ماشي خوك هادي صافي انا جايك الموضوع قلت لي بنتي انا لا دابا لا قلت لا قلت لي بنتي قلت لي بنتي دابا خويا اسمعني الله يرحم لك الوالدين دابا انا كنسمعك دوي دابا انا كنت كنعرف واحد الدري هو السيمو سيمو اللي ساكن حدا مرجان اييه وناوي معايا المعقول وقال لي راه غادي نجي نشوف نهضر مع خوك على قبلك وانا كنت متردده وانا كنقول غادي نعس البعلوكه ديال بنتك سيدي بعلوكه اه باش نعس باش نمشي نشوفها باش نهضر انا وياه صافي وقع لي هذاك البلان سبحان الله المهم دابا نقول لك واحد الحاجه نقول لك واحد الحاجه دابا هو راه باغيني المعقول وغايجي يهضر معاك ياك لا انا لا ديك الصقعه ديال نادا شوفي نقول لك واحد الكلمه سمعيني مزيان اش نقول لك غادي تحمدي الله وغادي تشكري علاش حيت غادي نخليك في الدار هادشي الا ما مشيتش ديك لاري تبعك وصيفطتك للحبس علاش باش تقاتلي لي دري صغير بنتي ديك لاري اختك ياك ها ملي درتي لها السيرو مع الكوزه مع الشو داك الشيء ما وصافي تتشاير ما درني لها شي حاجه مع الكوزه ماشي شي حاجه ماشي شي حاجه ماشي الكوزه دابا الله يرحم لك الوالدين هاد الشيء شغل انا غنتفك تفك مني وغتبقى انت ومرتك وبنتك في دار وحده وانا غنتزوج شوفي قول هاد السيمو يجي للدار غيجي والله تغيجي ماشي والله تغيجي خليني ندوي هاد السيمو يجي للدار ونشوفو اصلا ونفصلو منين جاي ومنين من بعد واخا سمعتيني بربي صافي صافي بربي وتزيدي مشكل اخر في هاد الدار صافي حتى نتعرى عليك صافي شتي نادا هاديك اللي غتجبد لكم الصداع وداك الشيء رانا دويت مع السي محمد وكاين واحد صاحبو غادي يجي يفضيها معايا السي محمد باقي ما تكلمش مع السي محمد زوج صحابو شريني جبدت لك صداع انا خصها تمشي لدارو انت فين هي دارهم جيك هي من الناحيه اللي وليا هنا صافي قبل جيجي ارتاحيت في الدار وبزاف كاع يا مع الشيطان راه اختك والاخرى تا كاع اختك بنت خالتك مربيه معاه يلعب واد خوه اه ودي ما مشاو من هاد الدار حتى تهديت جميع الامراض ولاو راكبين فيا كترع هاد السيده آه. شو ما دا ولات كنترع عند بزاف شوفي يلا ولات كيخلعوني مع كيبقاو لا حول ولا قوة الا بالله في الليل كان اسحب لي معاس حدايا وصافي بنت اخي تخلع طموحات على كناري هادي ملائكة كتبوحات يونس تخيل معايا تفكر في واحد النهار واحد الدجاجة خديتها البارح مع الدجيجي ونقيتها وريشتها ودرت لها الحامض وسكي جبير ورقدتها وفي الصباح نايضة مع العشرة فطرت كيف فطرت طيبت الغدا وطيبت الغدا وفرحانة ودرت لهم الدجاج محمر بالفريج كاع ما كنتي خدام وجيت حطيته واميره باقا مركبها في ظهري غير غوتات كلهم داروا فيا ونوضوا لي تجابوا لي العدومه تجابوا لي العدومه كلب هذا جابوا لي العدومه لا تمنيش على ربي عمرني قلت لك هذا الشيء صافي الكتكوته ديالي اللي خطاك عليا دابا ساليت الهضره سالينا خويا ايوا ساليت فاريته مع دوك جوج فكوسات بقات لي تيد النجاله الشيطان